أهلا بكم. من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة، يتأخر الكثيرون في الذهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بها، ويرعب الكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر ليها عندما تتعلق بأمراض خبيثة. البروستاتا محدش كتير يعرف عنها حاجة. كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها، مش عارف اعراضها فين. البروستاتا من الناحيه التشريحيه يا جماعه لازم تعرفوا موقعها، لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي. طبعا الجهاز البولي احنا عارفين الكلى وعارفين الحالب وعارفين المثانه، تمام. انزل بقى كمان وادخل بالظبط، ده مكانها تحت المثانه. البروستاتا تقع تحت المثانه مباشره، والمثانه البوليه ليها علاقه طبعا بالبروستاتا، لانه ويقع خلف البروستاتا الريكتم، اللي هو المستقيم، ويخرج من البروستاتا من عمق البروستاتا. وطبعا في عضلات مهمه جدا تلعب دور مهم تحت البروستاتا. البروستاتا هذه الغده الغريبه اللي مشاكلها قد تكون مثيره جدا للاستغراب، وايضا اعراضها يعني اعراض مزعجه للغايه. هي غده مرضيه، او عندما تمرض ويحدث فيها مرض، تضخم، ورم، اعراض مزعجه للغايه قد تصل الى الفشل الكلوي. الورم فيها مشكله لانه كان زمان اورام البروستاتا دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى، وكان المرضى بيترعبوا منها بشكل كبير، وكان يتأخر أحيانا إنه المريض طبعا بسبب إنه الأعراض فيك بالنسبة له، هو عنده شوية احتباس في البول، عنده مش عارف إيه، بيروح الحمام كتير، بيتلخبط أعراض تضخم البروستاتا مع أعراض سرطان البروستاتا. كلمة سرطان البروستاتا كلمة مرعبة لأي رجل، وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الأسرة بأورام البروستاتا، لأن الرجال اللي مذاكرين شوية معلومات طبية عارفين إنه سرطان البروستاتا في نسبة، أو يعني الجينات والوراثة فيه تلعب دور كبير. طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر، يبقى لازم نكتشف مبكرا، والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب. النهارده أكيد هنمر بيه. النهارده في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق، لأنها بتتعلق بحالة مرضية خطيرة على الحياة. endanger patient life. ممكن تكون مميتة، لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة. ضيف العزيز هو رائد قدير من رواد المسالك البولية، بيسعدنا وبيشرفنا جدا، ويعني احنا عندنا ميزة كبيرة جدا على مستوى الإعلام العربي كله، إنه ضيفي هو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن شاكر. نقدر نقول في ال20 سنة الأخيرة تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن. المناظير لأنها كيان مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بالهندسة الطبية، فتطورت تطور كبير جدا. ابتدى يبقى التكنولوجيا تقدر إن احنا تخلينا نعمل عمليات مماثلة للعمليات الجراحية ومضاعفات أقل. كلمة الذكية هي مناظير فيها مرونة، فيها تكنولوجيا عالية، أدت إلى أن المناظير فعلا بقت أقصر قدرة، أسهل على الجراح، أسهل على المريض، قللت فقدان الدم. المسالك الناس ما تعرفش تترجم أعراضها، ولذلك المناظير أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديدة في المسالك البولية. مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية. الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة عين شمس، زميل جامعة تورونتو وماكجيل بكندا، عضو جمعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، عضو جمعية التحكم البولي الدولية. ضيفي العزيز الرائد القدير الاستاذ دكتور حسن شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه بكليه طب جامعه عين شمس، زميل جامعه تورنتو وماكيل بكندا، وعضو جمعيات جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه، الرائد الكبير في عالم المسالك. اهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا بك. الحقيقه انا عايز ابدا الاول بالموضوع المخيف، يعني اورام البروستاتا الخبيثه، هل هي منتشره؟ هل هي مبكره السن ولا متاخره السن؟ هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا قلقانين من اول الحلقه كده؟ انا نفسي قلقان يعني. فعايزين نفهم البروستاتا. اورام البروستاتا الخبيثه هي اكثر الاورام انتشارا في الرجال، اكثر الاورام الخبيثه انتشارا في الرجال، او خلينا نقول لان في بعض البلاد زينا ما هيش اكثر الاورام الخبيثه، هي من اكثر الاورام الخبيثه انتشارا في الرجال. وبقى في التوجه ان اورام البروستاتا الخبيثه في بلاد زينا كان بالنسبه لنا زمان قليله، ابتدى يبقى في توجه انها بتزيد. احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا او في المنطقه بتاعتنا، بس قد يكون بسبب تغير طبيعه الحياه. العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في اورام البروستاتا. في مصر كان بالنسبه لنا اورام البروستاتا قليله، لكن في اخر 10 سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاع حياتنا ابتدت تنتشر بطريقه كبيره. هي بتحصل في سن فوق سن ال 50 سنه عاده. قليل جدا ما تحصل قبل سن 50 سنه في الاربعينات، لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد. كثير جدا من الاورام دهيت بتعدي في حياه البني ادم وهي موجوده جواه من غير ما يعرف بوجودها، والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورم بروستاتا. وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين. فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مقلق بسبب زيادة نسبته، وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن 50 سنة. عايز يعني طبقا لكلاسيكياتنا احنا في الانترنال ميديسن اسال حضرتك عن الاسباب، يعني هل في حاجه الراجل بيعملها؟ هل هي المساله وراثيه بحته؟ كلام يعني طبي شويه يخص البطن اكتر من الجراحه. هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظه ايه اللي بيسبب اورام البروستاتا، ما نعرفش كمان مسببات ليه، يعني مثلا اورام المثانه احنا عارفين مثلا التلوث، التدخين بسبب اورام المثانه، لكن البروستاتا ما نعرفش الكلام دوت. لكن نعرف انه طبيعه الحياه او الستايل بتاع الحياه مؤثر جدا. يعني مثلا في العالم الغربي زي ما انا قلت عندهم نسبه الاصابه بسرطان البروستاتا اكتر كتير جدا من الشرق الاوسط. فري سيكشوال لايف ما اقدرش، احنا مش عارفين الصراحه. لكن مثلا يعني اليابانيين مثلا عندهم تقريبا الورم دوت يكاد يكون منعدم. اليابانيين اللي هاجروا لامريكا جالهم جدا، فهو اكيد هو مرتبط بطريقه المعيشه. ف احنا في مصر لان احنا ابتدت في اخر 20 سنه ابتدينا نتشبه جدا بالغرب في طريقه معيشتنا، فابتدت يحصل ان عدد الاورام دي تزيد. فاحنا حقيقه ما نعرفش ايه المسببات، لكن نعرف ان هو ستايل الحياه بيأثر جدا في حدوثه. الوراثه ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثه ليها دور غير في الناس الافارقه اللي هاجروا امريكا. يعني الافارقه اللي هاجروا امريكا لقينا ان اورام البروستاتا الخبيثه منتشره في عائلات. فمعنى كده ان اكيد ليه تاثير، ان في تغييرات جينيه بتحصل، ان في تاثير وراثي، لكن ما هوش واضح جدا بالنسبه لنا مثلا في مصر او في بلاد اخرى كتيره، او في مثلا الجنس القوقازي. فهو يعني ما اقدرش اقول 100% لو حد والده حصل له يبقى هيحصل له، لكن هو على الاقل اللي هم الافارقه اللي هاجروا امريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام دوت. في واحده من اهم نقاط الحلقه النهارده لانه دي تهمنا جدا، ازاي نكتشف اورام البروستاتا بشكل مبكر؟ الصراحه ده سؤال مهم جدا وللاسف الاجابه عليه هتحبط ناس كتير جدا. اورام البروستاتا الخبيثه ملهاش اي اعراض، يعني الناس اللي هي بتتكلم عن البول بيبقى ضعيف، بيقوم النوم كتير بالليل، التقطع في البول ده ملهوش علاقه باورام البروستاتا الخبيثه، ده ليه علاقه بالتضخم الحميد البروستاتا اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقه باورام البروستاتا الخبيثه. بقول تاني وبكررها، اورام البروستاتا الخبيثه ملهاش اي اعراض الا لما تتقدم جدا. طب نعرفها ازاي؟ بالفحص الدوري. الفحص الدوري عند الدكتور المفروض احنا بعد سن 50 سنه لازم من ضمن الفحص الدوري ان الدكتور يروح مره كل المريض يروح مره كل سنه للدكتور. الدكتور بيطلب له حاجه من دلالات الاورام اللي هي اسمها بي اس اي. البي اس اي دهيت بتقول لنا اذا كان المريض ده محتاج حاجه اكتر من كده ولا لا، اكتر من مجرد دلالات الاورام دي ولا لا. لو البي اس اي طلع مرتفع، كنا زمان وحتى هذه اللحظه كثير جدا من زمايلنا لسه بيعملوا الحكايه دي، بي اس اي مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البروستاتا. للاسف الكلام ده هو تغير جدا. الجهاز اللي فات ده هو ده كان جهاز رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي دلوقتي بقينا بنستخدمه استخدام كثير جدا وبقوه في تشخيص اورام البروستاتا مبكرا. يعني مش اي واحد البي اس اي بتاعه مرتفع اخد له عينات، لا ده انا بروح بعمل له الاول رنين مغناطيسي، ونوع معين جدا من انواع الرنين المغناطيسي اللي هو اسمه مالتي بارامتريك MRI، وللاسف انتشاره محدود جدا لانه هو محتاج خبرات طويله جدا من زمايلنا دكاتره الاشعه. عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفوا يورو كويس قليلين جدا، وفي العالم كله مش في مصر بس. بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص او الام ار اي بيقول لي والله ده في هنا هوت في بؤره لازم تخاف منها، بنبتدي ناخد له عينات. كان زمان العينات دي عشوائيه، دلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز التراساوند او جهاز موجات فوق صوتيه، بس الجهاز ده هو فيه حاجه اسمها اندماج الموجات الفوق صوتيه مع الرنين المغناطيسي. يعني باخد السي دي بتاع الرنين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده، فلما دكتور الالتراساوند يشتغل الجهاز بيقول له خد عينه من الحته دي. ورم البروستاتا ده بيبقى جزء صغير جدا من البروستاتا، يعني لو الاوضه ديت كلها اعتبرناها البروستاتا، ورم البروستاتا ممكن يبقى قد الكوبايه دهيت. فلو انا اخدت عينات عشوائيه ممكن المريض جدا يكون عنده ورم خبيث وانا ما عرفتش اجيبه. بالتقنيه الحديثه دهيت خلتني اقدر اخد العينات، فبعد ما بشوف الكلام دهوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض، يحطهم فوق بعض، فدكتور الالتراساوند بيقدر يقول انا هاخد من الحته دي بالظبط. وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت 10-12% بقت 90%. يعني دي الصورة وهي مدمجة. لو بصينا على الصورة اللي تحت اليمين دي بتقول له بالظبط ياخد خد من الحتة دي، في الحتة دي بالظبط. هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي أنت خايف منها، هي دي المنطقة اللي أنت تشوفها. المنطقة دهيت ما كانتش تبان في الالتراساوند لوحده، عشان كده كنا بناخد عينات عشوائيه. دلوقتي لما بندمج الصورتين مع بعض بيقول لنا المنطقه دي هي بالظبط، وبيعلمها بدقه شديده جدا، وشوف الابره وهي داخله بتاخد العينه من المنطقه بالظبط. عشان كده هوت بقى الناس بدل ما نقعد ناخد عينات ونقول انت ما فاكش حاجه، والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد له عينات ثالث ورابع وخامس وانا قلقان من الحكايه دي، لا دلوقتي بجيبه مره واحده بناخد العينات، بتبقى نسبه التشخيص عاليه جدا. عظيم. يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي ده اول خطوه، بعد كده الام ار اي، بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الام ار اي الرنين المغناطيسي بالالترا ساوند الذي يحدد بدقه انا داخل اخد العينه منين بالظبط. دي حاجه رائعه، موجود عندنا، موجود عندنا ما شاء الله. لا دي حاجه عظيمه جدا. طيب ايه الاساليب الحديثه دلوقتي في العلاج؟ اللي حصل ده هو في الالترا ساوند والام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي غير مفاهيم العلاج تماما. احنا كان عندنا كل العيانين دهمت كنا كلهم لازم نعمل لهم استئصال جذري للبروستاتا لو كان الورم لسه في البروستاتا، لو كان منتشر في جسمه نعمل له علاج هرموني او علاج هرموني مع اشعاعي حسب، او في مراحل متاخره او علاج كيماوي. لا دلوقتي بقى الموضوع غير كده، نفهم ان اورام البروستاتا ديت مش لازم تبقى في البروستاتا كلها، دي ممكن تبقى في بؤره واحده. فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفه. طب لو هي بؤره صغيره، لو بؤره قد الكوبايه دي في الاوضه دي كلها، انا احرق الاوضه كلها ليه؟ او اكسر الاوضه كلها ليه؟ ما احرق الحته دي بس. فابتدى يطلع علاجات جديده، حاجه اسمها العلاج البؤري او العلاج الموضعي، ان المنطقه دي بس هي اللي اخلص عليها. وهو ده بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصوره قبل كده. العلاج الموضعي او البؤري ده، هو الكرتون ده بيوريك ان هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجه خالص. ده هو انا شايف البروستاتا كويس جدا، ده اللي هو جهاز الالتراساوند وهو داخل عن طريق الشرج بيشوف البروستاتا، بيقول له بالظبط ياخد العينات منين، او اسف بيقول له اعالج انهي حته بالظبط، معتمد على العينات قبل كده في اللي عليها السهم دوت اللي في الحته اليمين دي اللي هو الليزر وهو داخل في الحته المعينه دي بالظبط عشان يخلص عليها. طبعا دي العلاج في اوضه العمليات، المريض لا فيه فتح ولا اي حاجه خالص، الجهاز احنا حددنا مكان البؤره بالظبط، هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال، ودي عباره عن نوع الاجهزه وهي داخله على الورم بالذات اللي تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما. دي الصور اللي احنا بنشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالتراساوند والفيوجن او الام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي، ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالظبط، يعني هي دي الحته اللي هشتغل فيها، ودي الحته اللي هحط فيها الليزر بتاعي او الراديو فريكونسي او الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اخلص على الحته دي بالظبط. ما بوظش البروستاتا كلها، ما عيرتش عيان لعمليه كبيره جدا طالما ان العيان عنده بؤره واحده. فالبؤره دهيت بقى اقدر ان انا اخلص عليها. زي ما انت شايف اوضه العمليات رغم ان هي عمليه بسيطه جدا، العيان بيخرج في نفس اليوم، يوميها بالليل بيبقى قاعد في بيته، ولكن التجهيزات بتاعتها مرتفعه جدا، التجهيزات ديت عشان اقدر اوصل للبؤره دي وما اغلطش واسيب بؤره ثانيه، او ما اغلطش ان انا اعالج حته مختلفه خالص. لوكاليزيشن يعني ده العلاج الذكي ده، هو مش يعني ده علاج، هو اسمه علاج البؤري لكن جاي من بؤره يعني. أيوة. لكن انا شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه يتقال عليه العلاج الذكي. صحيح. يعني ده ذكي جدا، بيدخل على المكان اللي فيه الورم بالظبط كده. هو بياخد البؤره دي بالذات، ويعني زي ما احنا شايفين هنا اهو دلوقتي هنلاقيه هو دمج الصورتين، بعدين دخل اهو بالمكان، حط الليزر بالظبط في المكان اللي هيشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول. الاستاذ دكتور حسن شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وزميل جامعه تورنتو ماكيل بكندا، وعضو جامعه جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه، والمؤسس لمستشفى شاكر، طبعا المستشفى الشهير. كان ضيفي فيه الدكتور، خليكم دايما مع دكتور.